بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء الإضراب الذي شنته 13 نقابة للتعبير عن رفضها للتقاعد النسبي، تخرج وزيرة التربية نورية بن غبريط لتطلب من الأساتذة المضربين تعويض الدروس للتلاميذ التي فاتتهم خلال يومي الإضراب. لابد تعويض الدراسة، بما أن التلميذ لما يخرج من سنة راه عنده ملمح خروج، وإذا ما نحقوش هذا المحتوى تاع البرامج تراكم الاختلالات اللي يمر بها من بعد يمشي في سنة ثانية تطرح مشكلة لكل القطاع. دونك هذا التعويض ضروري. اتخاذ قرار الإضراب كان متسرعا في نظر الوزيرة التي فتحت أبواب الحوار من جديد مع الشريك الاجتماعي لإيجاد حلول. إلى لما الإرادة تاعنا مع بعض مع الشريك الاجتماعي، ماهوش ضروري أن دائما واحد اللي عنده تجربة كبيرة واللي عمل 32 سنة في العمل باش يقعد في القسم، ولكن القسم نجمو نوعه ويكون معاه كبار. نعطي المثال، عندنا الأساتذة جدد يعني العدد كبير ينجموا يرافقوهم، لو تيتوغا تنحسب في هذا الميدان. وعلى عكس زميلها في الحكومة محمد الغازي، رفضت بن غبريط الخوض في حرب الأرقام ونسب الاستجابة للإضراب. ما نحبش ندخل في الأرقام، باسكو في الأرقام كاين الأرضية اللي نتكلموا على الأرقام، دونك ما كاينش صراع ما بين الأرقام، كاين ضرورة باش السؤال نطرح حول أي الأرضية الرقمية اللي رحنا نتكلمه. تصريحات بن غبريط سرعان ما ردت عليها نقابة التربية التي كانت حاضرة في اليوم الدراسي حول المعالجة البيداغوجية والتي أشرفت على افتتاحه الوزيرة. بالنسبة للتعويض هذاك خلال التفاوض راح نتكلم على التعويض إذا كان تخصم الأيام لا نعود ولا يوم ولا ساعة. كان يعني التعنت والصمت التام من طرف الحكومة، وكيف لا نذهب إلى الإضراب عندما تكون الأبواب مغلوقة. فهل ستكون المدة الفاصلة ما بين 18 و24 من الشهر الجاري كافية للحكومة لتقويض نوايا النقابات في مواصلة إضرابهم؟